السلام عليكم. كما سبقنا وأن أكدنا عليه، بدأت عملية وضع الكراسي في المدرجات تاع ملعب الدويرة، وإن شاء الله العملية هذه تأخذ وتيرة متسارعة وننتهي إن شاء الله من المشروع هذا، باش يعني نتفرغ لمشاريع أخرى في ولايات أخرى إن شاء الله. ونخليكم مع الصور نتاع هذه الكراسي من نوع جيدة، على نشوف يعني النوعية نتاع الكراسي تبان جيدة. نخليكم مع هذا الفيديو، والسلام عليكم.